السلام عليكم، معكم اليوم ام البنات اللي جبت لكم لي كيفاش نديروا لي لازانيا. وشنو هادو لي لازانيا؟ راح نزيد فيهم شويه خضره. تابعوا معايا الطريقه وتشوفوا. هنا عندي رطل تاع لافيونداشي. عندي رطل باسكو تاع عندي بلاطو كبير، فوالا كيما راكم معايا. عندي هنا زوج حبات تاع بصل كنت كرفشتهم نديرهم في الداخل. عندي هنا 3 حبات تاع زروديه ثاني كرحيتهم كما تشوفوا. عندي هنا 3 ورقات تاع رند نديرهم من داخل. عندي هنا زوج حبات تاع بورشي ثاني رابيتهم كامل كما راكم تشوفوا. وهنا عندي 3 حبات تاع طوماطيش جو معايا رحيتهم. جوزو لي زيبيس عندي هنا شويه تاع راس الحانوت. عندي شويه فلفل الحل وعندي شويه تاع ملح. الملح عندكم هي ميزانكم. نديرو شويه زيت حوالي زوج مغارف ونديروها تتحمس كيما راكم تشوفوا. دوكا راني نحمس هذيك الخضره تاعي كامل مع اللحم. درت الماء يسخن، انا نحب نمرق الماء سخون. انا نزيد حبه تاع طماطيش. صوبت لكم ماني درت بلاطو كبير، انا واحد ويدير حسب الطماطيش تاعو. ولا شتو درتو بزاف طماطيش زدو لها شويه طماطيش كونسونطري عادي. هنا كيما راكم تشوفو هنا راني نحمس فيها، تحمس بالعقل. دوك نزيدو لها غير الماء سخون. وانا درت حبيبات تاع زروديه بنتي باش نميكسيهم لها باش تاكل، باش تكون تاكل شي لازان بنتي صغيره. وانا درت لها حبيبات هنا يطيبو مع المرقه. لا نزيدو لها الماء، الماء يكون سخون كيما راكم تشوفو. الماء منديروش بزاف، تعبنا غير ديك الخضره شويه. فوالا خلوها تغلي. فوالا كيما راكم تشوفو معنا هنا حنطفي عليها، ما تخلوها ناشفه، ما تخلوها فيها المرقه بزاف باسكو علاش كي تبرد تزيد تنشف. فوالا دوكا نحطوها تبرد ونديرو كيفاش نديرو لا بيشاميل، نحضروها مع بعض. كيما راكم تشوفو هنا عندي ريتلا تاع حليب باش نديرو البيشاميل تاعنا. ريتلا تاع حليب ونزيدوها زوج مغارف كبار كيما راكم تشوفو هكا معمرين تاع فارينا. نزيدو لا دوزيام. وهنا عندي مغرف تاع زبدة، نديرو شوية فلفل كحل هنا ونديرو شوية ملح نخلطو كلش. هنا كل معايا كلناها وفرنو. دوكا البيشاميل تاعكم صاد يكون فارينة، واحد الفارينة تاعو كاين فارينة جو وكاين فارينة لالا. باش تكون هادي تكون خفيفة ديرو الحليب بارد وزيدولو فارينة لداخل، ومن بعد ديروه فوق البيشاميل. ما ديروش هداك الفارينة باسكو تبقى تكون موصل داخل ما تجيكمش مليحة، هاكا تجيكم رطبة. كما تشوفوا هي بدات تبقى معنا لا بيشاميل تاعها، منشحطش نزيد لها الفارينة خاطش تزيد تبرد تزيد تشد روحها لا بيشاميل. كما تشوفوا
كلها تغلي ونحوها. تبقاو تحركوا ما تزيدش الحرارة حتى تغلي. ما تبدلناش هذيك البلوزة. باش تشوفوا القهوة نتاعها كيفاش تجي. صدقوني بلا تجي روعة روعة. بعد ما زيد تبرد تحكم روحها تجي هايلة هايلة. جربوها يا البنات ان شاء الله تكونوا جربيها كلش. انا كيما تشوفوا هنا تكمع شويه لاصوص. هنا نديروا الورق تاع لازال كيما تشوفوا نديروا فاي صافي هكذا. نعم نديرو لاصوص من فوق كيما تشوفو سيو نديروها باغتو. نوريكم هادي اللولة كيفاش نديروها. حنديروها تخوز ايطاج نورمالمون. زوجي تعبتني مزال هاد الدور نحيها تعبت. كيما قلت لكم قبل انا البلاطو تاعي كبير فوالا. هنا نديرو لها بشاميل نديرها كامل في البلاطو فوالا. هنا نديرو غرويير من فوق. كما تشوفو نديرو باغتو. نديرو زيت فايت من الفوق كيما درنا من تحت. سيو تلبزو عليهم باش يجو كامل كيف كيف هكذا. انا كيما تشوفوا قطعت معنا انا قلت نقطع فيها هنا. نحو مرصو تشوفوا معايا هنا البنات. شوفوا هنا قسم المرصو فوالا. نشوفوا لي بات ونشوفوا هذيك لاصوص كيما راكم تشوفوا. ما تنساوش ديروا معايا جيم وتبارطاجيو. شهيه طيبه.